يعني لا من الرسالة الجنوبية ولا من جميع الجماعات الأخرى، كذلك هذا الجمهور الغفير صراحة يعني كنشوف أن هذا الجمهور شغوف يعني بالنسبة لكرة القدم، وحنا بدورنا ما علينا إلا ندعموا جميع الفرق الرياضية، ولما لا إن شاء الله يكون عندنا واحد دوري اللي نسميوه يكون دوري ديال واد المخازين برسالة الجنوبية، ويكون على الصعيد الإقليمي، وإن شاء الله يكونوا معنا حاضرا الإخوان، يعني يكونوا إن شاء الله مسؤولين، يكونوا معنا فاعلين، يعني الرئيس ديال قسم الشباب اللي هو ديال مدينة العرائش اللي اختاروا شباب من الرسالة الجنوبية أو جماعات أخرى، يعني خص غير ان شاء الله راح عندنا مواهب، عندنا يعني كاين شباب اللي عندهم عزيمه وحلا علينا ما الا نساعدوهم ونطرقوا جميع الابواب ونديروا شراكات باش ندعموهم، يعني ونحييو هذه الرياضه اللي كانت واحد المده وانها ما بقاتش. كذلك كنشكر باش ما ننساش اللاعبين القدامى لا رسالة الشماليه ولا لاعبين القدامى رسالة الجنوبيه، صراحة هما اللي كانوا في المستوى. وكذلك ما كنشكر الجميع، وما احنا صراحة أكثرية هي بالنسبة لي هذه الجمعية الإجيال اللي قامت بواحد الدور كبير، يعني رغم يعني أنها توفقت يعني في إنشاء هذه التظاهرة، أنا كنقول لهم هذا المنبر برافو برافو لك، يعني صراحة فاجئتوني، وأنا كنقول لكم إن شاء الله هذه الجمعية إن شاء الله أندعمها. علاش؟ لأن احنا بالنسبة لي اسمح لي كما كنت في الأول، جميع الجمعيات لأنهم يديروا تظاهرة وأنهم يشتغلوا ويبينوا يعني الأنشطة ديالهم ويعطونا التقارير المالية والأدبية، ما علينا إلا ندعموهم، وهذا هو الشيء لنا وهذا هو الدور ديالنا. وكذلك يعني هذا كان دور كان هذا النهائي كان هذا النهائي اللي كان كيجمع ما بين فريق ولا السلطان للرسالة الشمالية وفريق ترشديد اللي تابع الساحل جماعة الساحل. وشوف حنا باش نقول لكم واحد المسألة، ماشي الفريق أنه خسر راه كيتسمى أنه راه خسر، كنا إن شاء الله باقينا نعملوا دوريات أخرى. هنيئا لفريق ترشديد، وكذلك كنهنيو فريق ولا السلطان، وكنهنيو الرسالة الجنوبية بهذا التظاهر وهذا الحضور الكريم، وشكرا. تحية عالية للجماهير، شكرا السي محمد الخرج. السلام عليكم. والله الكلمات يمشيوا لي كاملين قدام هذا الحب ديالكم كامل اللي كتعبروا لي فيما كنقدركم. الله مادام معنا هذا السيد هذا كيدعمنا وكيبقى معنا، حنا دائما غنديروا قدام ان شاء الله. الحكام ديالنا على راسهم السي رشيد بن طالب يقدم لهم جوائز الخبير ديال التحكيم. استمعت مجددا على شكرا برافو يوسف ردي دابا هذيك هاني وقول بسم الله علي عتسو إذا الآن فريق المحتل للصف الثاني يعني اللي يعني انهزم في مقابلة النهائي فريق ولاد سلطان
كيحيي اللجنه التنظيميه وكذلك رئيس جماعات الذي قام به الرساله الجنوبيه والمنتخبين والسلطات الحاضره كذلك الضيوف اللي حضروا المقابله النهائيه واللي فعلا انهزم يعني بشرف بحيث ادى المستوى كان ممكن يرجع المقابله ولكن يعني ما تمكنش في الاخير انهزم 3-1.